نقابلكم اليوم باش نعطيكم البرنامج ديال هذه الجوله ان شاء الله اللي موالفين كل عام، يعني في رمضان كنديروا جوله وكذلك في الصيف. اليوم العرض او هذه الجوله هذه غادي تكون استثنائيه لانها غتناقش واحد الموضوع شويه اللي كلشي تيهضر عليه، اللي كلشي تيعيشو، كلشي تيعاني منه، وحنا اصرينا اننا نهضروا على هذا الموضوع هذا لانه حاسين بالناس وعارفين شنو كيعيشوا، لان كنتلاقاو معاهم يوميا في الزنقه، كنشوفوا الناس شنو كتعيش، شنو كتعاني، المعاناه اللي كدوز باش تدوز هذا الشهر الكريم، يعني باقل الاضرار، لانه صراحه الوضعيه لا تسمح، قضيه راها صعيبه وصعيبه بزاف. لهذا حاولنا اننا في هذا العرض اللي سميناه سوق راسك باش نهضروا على هذا المشكل الرئيسي اللي كنعانيو منه، لان حنا يعني الاسعار شفناهم طلعوا وتزادوا شحال هذه، وكنا كان يعني كثرت الوعود اللي سمعنا انهم اليوم غيتنقصوا غدا غيتنقصوا، السيمانه الجايه الشهر الجاي، فاذا بها كتزاد 10 دراهم ومن بعد كتنقص واحد الدرهم ولا 10 دريال. وهنا نهضروا على هذا الموضوع هذا باش نوصلوا لهذا الشيء واقيلا للمسؤولين اللي ما حاسينش به واللي ما تيعيشوش، ونوصلوا لهم هذا الميساج هذا بلسان الشعب. شكرا لكم ومرحبا بكم. جميع المواهب الكوميديا سواء كانت هذا العام برنامج ستاندر ولا من غير برنامج ستاندر، ولا حيت كاين مجموعه ديال الشباب كيمارسوا هذا الدومين هذا ولكن ما تيمشوش لهذ البرامج هذو، فهما مرحب بهم. الا لاحظتوا في العمل الاخير اللي كيتعرض حاليا على القناه الاولى صلاح وفاتي، اعطينا اكبر يعني اكبر فرصه ممكنه لمجموعه ديال الشباب سواء خريجين ديال هذا العام، وكنلعب معنا حتى الهبري اللي قبل ما يفوز باللقب ديال هذا الموسم السابع، الموسم السابع كان لعب معنا، وبيان سور غادي تشوفوا الوجوه اللي كانت الشابه اللي كانت تلعب في برنامج ستاندر واللي كانت كذلك في السنوات اللي قبل، لانهم شكل كيتسناو غير الفرصه، يعني اللي عيط لهم تيجيو تيخدموا، لانه هذا هو نقدر نقول البنات هذا هو المتنفس ديالهم، يعني كل واحد فيهم مسؤول، كل واحد تيعيش هم، كل واحد باغي يثبت الاسم ديالو، كل واحد باغي يعاون العائله ديالو، كل واحد والديه الحلم ديالهم انهم يشوفوا في التلفازه باش يعرفوا بانه غادي في الطريق الصحيح، وحنا هادشي اللي تنحاولوا نديروا. دونك زعما الدعوه دائما مفتوحه، سواء في موراجي، سواء في لاكوب ديومور اللي تنديروا على طول العام، سواء في الكافي تياتر بوزار، سواء في جميع العروض اللي تنديروا ديال مثلا سعيد الوديع ولا راشد رفيق، وجايه عروض وحدين اخرى اللي تا هما تيعطيو فرص للشباب وحدين اخرى يطلعوا قبل ما يبداو السبيكتاكل ديالهم. دونك اكيد ان غادي نشوفوا وجوه الشباب اللي كانت تلعب. هو صراع الاجيال هو كاين، بس ما نخبيوش الشمس في الغربه، كاين واحد الصراع ديال الاجيال غير هو بالخفاء. يعني انا صراحه ما يحز في النفس هو انه زعما الفنانه زعما حيت حنا الهدف ديالنا في الاخر هو الامتاع ديال الجمهور، سواء في الدراما، سواء في الكوميديا، سواء في اي مجال، سواء في الغناء، يعني الفنان هو تينقل المشاكل ديال المجتمع ولا المعاناة ديال المجتمع، وتيحاول يرفع عليك واحد شويه باش يحيد عليك داك السكريس. ولكن حاليا ولينا تنعيشوا واحد الضغط كبير، ماشي غير انا، يعني مجموعه ديال الشباب اللي تيعيشوا واحد، كاين واحد الصراع ما بين الاجيال، وماشي كلهم، كاين اساتذه اللي تيقدرونها وتيقدروا الجهود اللي تنديروا، الخدمه اللي تنديروا، بحال الاستاذ حسن الفال، بحال الاستاذ سعيد الناصري، بحال الفنان الكبير عبد الخالق فهيد، بحال الفنانه الكبيره لاله فضيله بن موسى، بحال الفنان عبد الله فركوس، يعني كاين واحد مجموعه ديال الاسماء اللي وقت ما كان شي عمل سامي اقري مؤخرا، حتى هي عيطات ليا وكتهني على العمل، يعني كاين الدسوكين، الاستاذ الهرم الكبير مصطفى الدسوكين، يعني كاين اسماء اللي كيعاونونا ولو من بعيد. دابا خطرت راه ماشي ضروري خاصو يكون مادي، ولكن راه غير تيهز التليفون ويقول لك برافو عليك ولا مزيان داكشي اللي كدير، هذا بالنسبه لي راه دافع ودعم كبير باش انك تزيد تخدم وتزيد تجتهد، لانه حنا ديما تنقولوا انا باقي ما درنا حتى شي حاجه، حنا باقي في البدايات ديالنا، نقدروا نغلطوا ونقدروا يعني مازال عندنا الوقت كنصحوا الاخطاء ديالنا. كاين صراع ديال الاجيال ولكن الحمد لله ان الوقت تبدلات، يعني ما بقى كان شحال هذه يقدر داكشي يبقى مخبي، إذا ما بقى حتى شي حاجة تتخبى، عندنا وسائل التواصل الاجتماعي، إذا راه شي حاجة تخرج تقولها، إذا ضرو شي واحد تخرج تعبر عليه، يعني ولينا واضحين وضوح الشمسي في
في يوم جميل. الصراع ديال ديالي مع فنان ما تنظنش، انا ما عنديش صراع صراحه، ما عنديش صراع مع شخص محدد. انا تنحترم جميع الفنانين، تنحترم المجهود اللي تيديروا، ولو انني مثلا ما نكونش متفق مع المنتوج ديالهم ولا ما متفقينش مع المنتوج ديالي، ولكن الاحترام ضروري خاص يكون. تيقول لك المحبه تبتو سوا بيكون ضروري. غير هو الا احترمتيني غنحترمك، ما احترمتينيش مع ذلك غادي نحترمك، تتخجل انت من نفسك. لانه حنا جيت زعما ما جيناش باش نضاربوا ولا نقولوا شكون الواعر ولا شكون فينا نمبر 1 ولا شكون اللي غيكون حاضر بزاف. لا لا يهمني الحضور بزاف، ومثلا زعما الا نحكي المجموعه كلها ما كتحفزش بزاف، ما كتكونش حاضره مجموعه ديال الاعمال الرمضانيه. لان الهدف ديالنا هو اننا منين بانوا شي حاجه مزيانه، يعني ما داخلينش في صراع. كاين واحد شي كلشي باش ما نعملوش، كاين باش ما نقولش بعض الفنانين، نقول فنان الله يهديه اللي يحارب الشباب بكل ما اوتي من قوه ومن جهد، يعني باش يبقى هو حاضر. لانه ملي تيطلعوا يمكن يكون عنده تخوف هو انه يطلعوا شباب وحدين اخرين اللي يديروا السيات ديالهم اللي ياخذوا فرصه اللي يضحكوا اكثر، يمكن يقدر يكون عنده تخوف. حنا الحمد لله ما عندناش التخوف، حنا اللي عنده يعني باغي يبين هانتي فيه تنعاون، ما زعما ما خايفينش هذا غيدير لنا بلاصتنا. لانه تبارك الله راه المغرب راه 40 مليون واحد تنظن تقريبا، يعني راه كاين جمهور لكل فنان، خاص غير المنتوج ديالك يكون زوين ويكون فيه واحد المجهود يحترم. لان الجمهور ملي تيحس بك دير مجهود في واحد العمل تقدر ما تضحكوش، ولكن على الاقل تحترم هذاك المجهود الفني اللي كدير. ولكن مره اخرى تنقول لك بان حنا ما عندناش صراع مع حتى شي واحد، واي واحد بغى يتعاون معنا ولا بغى يدير له، حنا تنقول دائما ما احوجنا اننا الرواد اللي كنا يدعونا ويعاونونا ويعيطوا لنا ويقترحونا في الاعمال ديالنا. ولا لاحظتي في كاع الاعمال ولا كاع الجولات اللي تنديروا تنحاول كل مره يكون معنا واحد من الرواد، لانه تعطينا البركه ديالو. ولا لاحظتي في الموسم اللي كتحضر معنا وكدير معنا التدريب، وانسان زعما اللي واخا نبقى نهضروا عليها حتى الصباح ما غاديش نوفيوها حقها، لانها كتحضر معنا هي الاولى وكتمشي هي الاخرى. ترى شي مشكل كتدخل هي تصلحو وتطبطب على هذا ودير هذا الخاطر وتولينا هذه راه ما كدارش بحال هكا. حنا راه باقيين زعما ما تنعرفوش كل شيء، ما تنعلموش كل شيء. عندنا واحد اللعيبات اللي محتاجين انه واحد الرواد اللي سبقونا في المجال يعاونونا باش حتى حنا ان شاء الله ما نعاودوش نديروا اخطاء مستقبليه. في مواجهه لاحظتوا من نهار بدات اليومين هذو كل مره تنحاولوا ما امكن انه يكون اضافه جديده للمواجهه. ما كاينش واحد فيكس في المواجهه، يعني ما كاينش واحد اللي ما كانش، وحسن المسلم ما عوضوش واحد ولا حيت دريزو مهدي ما كاينينش، لانه بعدا دريزو مهدي توجدوا العمل السينمائي ديالهم في اللحظات الاخيره ان شاء الله باش يخرجوا الفيلم ديالهم، وتوجدوا السبيكتاكل ديالهم الجديد، وتوجدوا الجوله ديالهم الوطنيه. يعني الوقت ديالهم لا يسمح انه يكونوا معنا في هذه اللحظات اللي حنا حطينا، ولكن حنا هذا هو الهدف. هو اليوم كاين حسن المحسن، غدا يجي واحد اخر، بعدو يجي واحد اخر، حيت حتى حنا مزيان اننا مقصدين غير على راسنا، مزيان انه كل واحد يجي يجيب لنا الاضافه ديالو. تبارك الله حسن المحسن العالم عندهم واحد الجمهور، عندهم واحد لونيفير، عندهم واحد الضحك مختلف علينا بزاف، دونك تنزيدو نكتشفو بعضياتنا، وحتى هما تتعطاهم فرصه باش انهم يوقفوا يعني قدام جماهير من الاول. يعني ما تلعبوش غير في مدينه وحده، كنلعبوا كازا، كنلعبوا خرباط، كنلعبوا تبارك الله كاع اللي صالح عندنا راه الف وصف ديال الناس اللي كتحضر وكتشجعنا وكتكون معنا دائما. هذا هو زعما ما كاينش شي زعما ما كاينش شي سبب محدد علاش ما كانوش معنا. ما نكذبش عليك، حنا راه تنخرجوا وتنشوفوا وعندنا عائلاتنا، وتنمشيو للاحياء الشعبيه وتنشوفوا المعاناه ديال الناس. زعما لا حول ولا قوه الا بالله، زعما الناس راه ماشي كتشكى حيت بغات، مي فريمون كتشكى حيت التقهرات ديال بصح. وهذا العياو يعني تنتمنوا ان هذا السبيكتاكل هذا ان شاء الله تعالى زعما يوصل هذا الميساج هذا، ونحاول ان المسؤولين يداكوا الموقف ويديروا شي حل لهذا المشكل ديال الاسعار. لانه سمعنا بانه في البدايه ديال رمضان غادي ينقصوا الاسعار وغادي يرفعوا الاثمنه ديالهم، ولكن ما كاين حتى شي حاجه. حنا اليوم في اليوم الخامس ديال رمضان وباقي حتى شي حاجه ما تبدل، دونك تنتمنوا اننا يعني هذه الخطوه اللي درناها تحرك شي حاجه في المسؤولين باش تاخذوا الاجراءات اللازمه. حنا يوم
المراجي ما تنديروهاش لهدف مادي الذي باش نكونوا واضحين كلام النهار بدا المراجي ليومنا هذا ها ما تنديروهاش لهدف مادي وحنا الجمهور اللي بغينا يجي يتفرج فينا ما بغيناش يحس بان راه تجي ثقيله باش يخرج واحد الثمن يجي يتفرج لانه واحد يجي راه تجي مع عديد وتجي مع مرته وتجي مع عمو وتجي مع وليداته يعني بغى يخرج العائله ولكن ما تقنش عليه ماشي هو تيعاني من موجود ديال الاسعار ونجيو حتى حنا نقولوا اجي تفرج فينا خصك تخلص واحد الثمن ما تيعملهاش الثمن ديك الشيء نقصنا فيه تنظن بانه العروض ديال المهاجرين في هذه الجوله الرمضانيه هي اقل يعني ثمن من العروض كاع العروض يعني هذا العرض اللي فيه تبارك الله هذا الكم الهائل من الفنانين والكم الهائل من المصاريف والكم الهائل من التقنيين والناس ديال الديكور هو زعما اقل عرض اللي تقدر تخلص عليه تدخل لانه كنراعي المعاهد والتضحيه والحاله الاجتماعيه اللي كيعيشوا الناس دابا جاو ماشي من بلاصه ديال المعهد ولا ماشي حاجه اللي زعما كاينه متمكنه كان عندهم موهبه وقدروا فماشي ماشي البنات زعما كاين يتلاحوا الضحك وهذا الشيء كنت سمعي اصلا المسائل ديالهم هذا الشيء كنقدر نقول علاش معنا في الكلوب وحده المهاجر لانه ما كاينش زعما ما كاينش بزاف ديال البنات اللي كيديروا لاسين حيت لاسين ماشي هي انستغرام ماشي هي زعما الجمهور مباشر ولو باش دير لاسين ما تنظن بان هي بوحدها قبل ما ترتاح وقبل ما نخدم انا وياها كاع كانت دير دي ماتش ديال لامبروفيزاسيون دوزات المعهد دوزات يعني مجموعه ديال لاسين مجموعه ديال المسارح اون بليس ما كايناش غير في الوطن في المجموعه كاين حتى كريمه قردوس حتى هي فنانه ولو انها كتجي معنا دابا حاليا مزيان بالانتاج ديال العرض ويعني كتجي الجوله كلها ديال الشيء ولكن راها يعني فنانه من الفنانات المتالقات اللي كتكون حاضره معنا في جميع الاعمال الفنيه اللي كنديروا وحنا ماذا بينا انه وفي لاكوب دو مو حنا دايرينها مثلا دابا معنا فاطمه الناديه بنت بلال اللي هما دابا في لاكوب دو مو مازالين تزيدوا يعودوا وليت كتديرهم باش ان شاء الله نطعموا بهم الفريق ديال المهاجي كاينه كذلك امنيه صديقي يعني حنا هذه الباب لاي واحد زعما بغات اي بنت بغات تجرب راسها مرحبا بك